الجماعة الإرهابية التي رفضها ولفظها الشعب المصري وعيه.
كان دورنا في الصالون ده احنا نبحث عن اولاد مصر الكنوز اللي عندهم نزول الانتماء الوطني. بالمناسبه المعارضه مطلوبه والاختلاف في وجهات النظر مطلوبه والاختلاف في الراي مطلوب بشرط ان يكون كل هدف مصلحه الدوله العليا. رئيس الدوله نفسه المفروض ما تتكلموش عن مين، تتكلموا عن الدوله المصريه. مش كده؟ احنا بنتكلم عن اعلام الدوله وليس اعلام الحكومه ولا اعلام النظام ولا اعلام الرئيس، اعلام الدوله المصريه وكل ما تحمله هذه الكلمه بمعنى مؤسسات وطنيه، رجال وطنيين، دور وطني، اعياد وطنيه. وبالتالي ده هدفنا الاساسي. ويمكن انا من حوالي اكثر من سنه خدت عنوان او غلاف مصور عن مشروع مصر، لقيت حد بيقول لي يا مصر عندنا مشروع، قلت له عندنا مشروع انت اللي مش شايف. انا مشروع وانا كنت قاعد وانا بستمع الدكتور احمد وهو بيتحدث عن معاد المشروع المصري، وانا فخور ان الدوله المصريه لديها هذا المشروع الحقيقي اللي بيسمع عن مصر، مشروع حلو دوله وطنيه. الاستاذ علي حسن بيتكلم ازاي الاعلام في هذا الاطار. الدوله التي تفتقد قدراتها تفتقد قرارها. واحنا بنشوف الدوله الضعيفه بتبقى قاعده ما بتتكلمش، الاخرين هم اللي بيحددوا مصر. لكن الدوله القويه زي ما بيقولوا ايه دايما، ما حدش هياكل لقمتك على الاطلاق. انا بشكر الاستاذ الدكتور استاذ احمد يوسف احمد اللي احنا كلنا اتعلمنا منه. عسكريه واقتصاديه وسياسيه، القدره الدبلوماسيه اللي هي السياسه الخارجيه زي ما الاستاذ الدكتور احمد يوسف احمد اتكلم عليها، لان السياسه الخارجيه للدول هي من تؤثر في العلاقات، وايضا القدره المعنويه الحاله المزاجيه للشعب. يعني بنتكلم ازاي احنا بنشوف الماتش الاخير بتاع كره القدم، ازاي ان الشعب المصري كله كان موجود على الاهتمام بهذا الحدث، وبالتالي ده يؤثر على الشعب المصري. القدره التقنيه، القدره الاعلاميه والوعي، والقدره المعلوماتيه. تصنيف القوة الحقيقة عندنا القوة اللي هي الصلبة اللي هي الملموسة، بنتكلم على كتلة حيوية اقتصادية عسكرية تكنولوجية وأيضا سياسة خارجية. القوة النافعة ودي مهمة جدا، يعني بضاعتنا اللي احنا بنصدرها للعالم، يعني ناس عدد من البلدان الحقيقة عندهم تاريخ وعدد من البلدان عندهم نماذج، ولكن احنا بضاعتنا هي القوة الناعمة المصرية. الدكتور أحمد يوسف أحمد بيتكلم على صوت العرب، أنا قال لي أحد القيادات في صوت العرب إن فترة الستينات كان الزملاء الأصدقاء في الدول الشقيقة والصديقة بيروحوا للناس اللي بيجوا الرادار بيقولوا إحنا عايزين صندوق أحمد سعيد. اختلط صوت العرب بأحمد سعيد، لأن إحنا عندنا مدارس إعلامية من 1934 كان النهج البسيط، جه بعد كده 52 الصوت العالي جدا، 73 النغمة اتغيرت جدا، فإزاي زي ما الدكتور أحمد اتكلم على تأثير صوت العرب في فترة كانت مهمة جدا. عشان كده لما بنستمع دايما الرئيس جمال عبد الناصر كان محظوظ بالاعلام، لان الحقيقه كان هناك تاثير قوي جدا. وبالتالي احنا بنتكلم القدره الاعلاميه طبعا زي الدكتور علي حسن تحدث، احنا لازم نخاطب الخارج بلغه يفهموها، احنا ما نخاطبش نفسنا من جوه باللغه العربيه، محتاجين اعلام يظهر النجاحات والنجاحات اللي بتتم على ارض الواقع. عندنا قدره دبلوماسيه، قدره معنويه، قدره معلوماتيه، كل ده بنقول عليه القوه الناعمه. حساب القوة الحقيقة هناك مناهج حساب القوة الشاملة للدولة، أفضلهم المنهج الجامع بين القوة الملموسة وغير الملموسة، بمعنى احنا بنتكلم على ارتفاع نسبي، بنتكلم على ازاي تتصدر ده في الإعلام، تصدر ده في وسائلك ان انت بتتكلم على نجاحات على أرض الواقع، بتتكلم على إعلام قوي، وبالتالي احنا بنتحدث على كيف يمكن أن يكون للإعلام دور. الحقيقة قضية مهمة جدا، إنجازات على أرض الواقع والإعلام ليس بطموح رئيس الدولة، ودي نقطة مهمة. هل احنا راضيين عن الاعلام؟ نتكلم الاعلام بتاعنا بيغطي والاعلام بتاعنا موجود والاعلام يدافع، لكن الحقيقه احنا بنتكلم على اعلام يواجه، اعلام دايما الاستاذ احمد ايوب بيتكلم على المقالات بتاعته ليس اعلام رد الفعل ولكن اعلام استباقي، اعلام قادر على قبل ان يكون هناك في الحقيقه فترة من الفترات كنا بنشوف بيسيبوا النجاحات كلها بيتكلموا على سجادة حمراء وبيتكلموا على تأثيرات معينة، ولكن الإعلام المصري لابد أن يكون مبادر، مبادر في اطار الحرب الشامله على الدوله المصريه. نستطيع من خلال اعلام مصر الحقيقه ان نواجه مثل هذه التحديات. النقطه الاخيره اللي انا عايز اتكلم فيها فكره ازاي عندنا في المدارس فكره التوعيه، توعيه الطلاب باهميه الوطن. يعني الحقيقه يعني كان نفسي اسمع النهارده من الاستاذ احمد، هو عمل حقيقه فصل معين عن الاغنيه الوطنيه فتره من الفترات في مجله المصور. الاغاني الوطنيه بتغير ارتباط الانسان بالارض،
احنا حتى الان كلنا برغم اختلاف اعمارنا وثقافتنا ما زالت الاغنيه اللي بتتغنى في الاذاعه المصريه عن مصر كلنا جسمنا بيقشعر. فانا اعتقد الاغنيه الوطنيه برضو ايضا من الاشياء المهمه جدا. كي لا اطيل، نحتاج ايه؟ نحتاج الى جيل جديد من الاعلاميين قادر على المواجهه الفكريه والثقافيه، يتحدث اللغات ويتعامل زي ما الدكتور احمد من خلال السوشيال ميديا. شكرا جزيلا.